الرئيس السيسي يستقبل المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين الحاصل على بطولة كأس العالم. الرئيس السيسي يوجه بالاستمرار في الجهود المكثفة الجارية لتفعيل آليات عمل الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة. الداخلية تعلن مصر 11 عنصرا إرهابيا في تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن بمنطقة العبور بالعريش. تمام السابعة في القاهرة، موجز لأهم واخر الأخبار من تلفزيون النهار. أهلا بكم. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لاعبي وأعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين المتوج ببطولة كأس العالم للناشئين في كرة اليد، حيث قام السيد الرئيس السيسي بمنحهم وسام الرياضة من الطبقة الأولى. المزيد في سياق هذا التقرير. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المنتخب الوطني للناشئين لكرة اليد الفائز ببطولة كأس العالم، مشيدا سيادته بالأداء البطولي والرجولي لجميع أعضاء المنتخب وكذلك القيادة المميزة للجهاز الفني ليصبحوا نموذجا يحتذى به لقوة العزيمة والإصرار وتحقيق الانتصارات. يمنح وسام الرياضة من الطبقة الأولى لأعضاء بعثة المنتخب القومي للناشئين لكرة اليد بمناسبة فوزهم بالمركز الأول ببطولة كأس العالم للناشئين لكرة اليد مقدونيا 2019، وهم السيد مجدي أحمد محمود أبو المجد، السيد حسين علي زكي حسين، السيد محمد محمود إبراهيم شرف الدين، السيد محمد عبد المنعم عمر داود، السيد عمرو محمد عصام الدين عبد السميع إبراهيم، السيد محمد مصطفى محمد إمام، اللاعب مؤمن حسام الدين عبد الغني الخولي، اللاعب محمد سمير بدوي محمد العفيفي، اللاعب عمر أحمد عطية صادق، اللاعب عمر أحمد حمدي لطفي، اللاعب زياد أحمد عبد العال عبد الغني، اللاعب إبراهيم السيد عبد الحميد كامل، اللاعب مازن رضا عبد الفتاح عثمان، اللاعب يوسف أحمد حسن أحمد حسن، اللاعب يوسف علاء الدين أحمد أمين، اللاعب عبد الفتاح علي محمد علي ميدان، اللاعب مهاب محمد سعيد عبد الحق، اللاعب سيف هاني علي رشيد، اللاعب عبد الرحمن محمد محمد حميد، اللاعب حسن وليد أحمد محمد قداح، اللاعب أحمد هشام السيد محمد، اللاعب ياسر محمد سيف الدين عبد الواحد. هذا وقد أشاد السيد الرئيس بالإنجاز الذي تحقق وأثنى سيادته على الأداء البطولي وشدد على استمرار بذل الجهد والتدريب للحفاظ على الإنجاز الذي تحقق والبناء عليه في البطولات القادمة. شكرين وربنا يحفظكم، وزي ما قلت كده احنا من هنا ورايح نلتقي بيكم دائما وانتوا دائما رافعين راسنا وراس مصر، ودي كنتوا شايفين الدنيا كلها مش بان انتوا هنا موجودين معانا، لا الدنيا كلها في مصر سعيدة بيكم. والرسالة اللي احنا عايزين نقولها من خلالكم ان كل عمل هنعمله لبلدنا يطلع لبلدنا قدام هيبقى محل تقدير داخل مصر وإيه؟ وخارج مصر. مش عايزين نفقد الفرصة اللي احنا حققناها دي ونبني عليها، نبني عليها بمزيد من المعسكر، نعمل معسكر نركز معاكم، نركز معاكم نطور من أدائنا، نطور من كل اللي انتوا عايزينه عشان تبقوا مثل جميل لشباب مصر. خلي بالك من نفسك، خلي بالك من التعليم اللي انت بتتعلمه،
أنا بتكلم التعليم بس الرياضة لا التعليم. ألف مبروك. شكرا جزيلا. شكرين. عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعا مع اللواء السيد الغالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم. وجه السيد الرئيس خلال الاجتماع بالاستمرار في الجهود المكثفة الجارية لتفعيل آليات عمل الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة بحيث يحقق الهدف الذي أنشئ من أجله تقديرا للتضحيات الكبيرة التي يقدمها أبطال الوطن لحماية الشعب المصري العظيم والتصدي للتحديات الإرهابية والأمنية التي تواجه مصر. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أيضا مع رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم، حيث تناول الاجتماع آخر تطورات المشروع القومي لتطوير التعليم في مصر وكذلك استعدادات العام الدراسي الجديد. وأكد الرئيس خلال الاجتماع على أهمية عملية صياغة ثقافة تطوير التعليم في إطار النهج الاستراتيجي لبناء الإنسان المصري، كما وجه الرئيس بالتوسع في دور بنك المعرفة واستخدامه كمنصة قومية للعلم والمعرفة والبحث العلمي. أعلنت وزارة الداخلية عن مقتل 11 إرهابيا وذلك في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بمنطقة العبور بالعريش. وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم أن معلومات كانت قد توفرت لقطاع الأمن الوطني حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من إحدى المزارع الكائنة بمنطقة العبور في دائرة قسم شرطة أول العريش وكرا لهم ومرتكزا للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية. وأضافت الوزارة أنه تم على الفور التعامل مع تلك المعلومات ومداهمة الوكر المشار إليها، إلا أنه حال استشعار هذه العناصر باقتراب القوات بادرت بإطلاق النيران بكثافة تجاهها، مما دفع القوات للتعامل معها وأسفر ذلك عن مقتل 11 إرهابيا وتم العثور بحوزتهم على 5 بنادق من طراز FN وبندقيتين أليتين وطبنجة وعبوتين متفجرتين وحزام ناسف. واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق. ختاما كان هذا موجز 7 مساء من تلفزيون النهار. أشكركم لطيب المتابعة. إلى اللقاء.